مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، حلقة أخرى مع الأستاذة زين خيار، محامية بهيئة الدار البيضاء في الملفات اللي تناولتهم سنين طوال. مشاهدينا الكرام، الحلقة اليوم ملف يتعلق بالإرهاب. أستاذة، كتكتنو فعله واحد الشاب، هو كان معتقل. هذا الشاب في الأخير قدر يبكي القاضي طريقة باش كيرو يتبعو معايا. أستاذة، هذا ملف جديد، تفضلي. أستاذة خيار زين محامي الدار البيضاء، شكرا أستاذ يوسف على التواصل معنا في هذا الملفات. أنا بغيت واحد بقات في الذاكرة ديالي واحد القصة ديال واحد الولد اللي كان تعتقل مع الإرهابيين. تقريبا ديك 30 سنة ملي كانت محكمة الاستئناف هي المشهورة اللي كاينة حدا محكمة حدا المحكمة ديال الحبوس، حتى ديك محكمة الاستئناف راه كانت تما العمالة داروها، كانت المشهورة المشوار داروها محكمة فيها جليج فيها راه بحال. المهم كان الأستاذ طرفي كي ترأس الجلسة، مشكورة من هذا المنبر لأن الأستاذ طرفي اللي كيقول لي بوكا دوما، هذاك السيد أنا كنحترمه بزاف من هذا المنبر لأنه إنسان يقولوا ما بأنه قاصح، لا، أستاذ عادل بمعنى الكلمة، أستاذ إنسان اللي كيهضر مع المعتقل بواحد الطريقة اللي عادية، اللي كيبين لي بأن أسرة واحدة ما كيظلمش، كيتصنت لي وعنده واحد القدرة كبيرة على سعة الصدر، عنده واحد الصدر كيبقى يدير المحاكمة بواحد الطريقة محكمة بشوية بشوية حتى كيوصل للحقيقة. ديك الساعة في أغلب الأحيان راه ماشي هو قاصح، راه هو عادل، لا بنت لي البراءة كيعطيها. أنا كنحكم عليه وكنتحمل مسؤوليتي أمام الله لأن راه دوز أكثر من 60 سنة هو في الجنايات. اللي كانت واحد كنت كنوب على واحد الولد كان باقي صغير، يلاه خدا البكالوريا، كان ديك الساعة سيونس مات، خدا مونسيون تخي بيه، يمكن جاب 19 في المعدل. ملي بدينا كنناقشوا في المناقشات ديال ذاك الولد اللي تقحم مع دوك الإرهابيين اللي هما كانوا كيستقطبوا الدراري، هو الدري حيت كان تيبيع ويشري في حيت والدي ما عندهمش، با كان تيبيع الماء، كيبيع الماء، وعرفتي من ديك الطريقة كانوا يديروا، ما بقاش في المغرب دابا، حيت كانوا بزاف ديال دار السلطان في كراج علان، كانوا ما عندهمش الماء، كيديروا دوك كيجيبوا الماء كيدور. با كان تيدير هذا، هو كان تيعاونو، كي مرة يمشي يبيع لاستيك، كي مرة يمشي يبيع اثناء الدراسه ديالو قبل من البكالوريا، لان الدراري تقريبا المغاربه كاملين في ذاك العهد القديم راه ما كانوش كيعتنوا على والديهم تيديروا لهم كوش، راه كانوا مساكن تيقراو وكيعديو باش ما كان، وحوايج هذا يلبسوا هذا، وحوايج هذه يلبسوا هذه، هادشي كله زنا عليه حنا. وهذاك الولد ملي كنت كنرافع عليه لقيت الظروف ديالو القاسيه، لانه هو ديك الساعه شرى واحد التمر، قال قرب رمضان قال نتاجر في التمر، هذاك التمر جاي من الجزائر في سلاح، هو تورط تقحم في هذا الميت ما عارفش، لانه غادي يبيع ويشري. وديك الساعه كان نجح في كونكور ديال كليه الطب، هذيك الساعه في الدوزيام اني ديال الطب، وملي بديت كنرافع ونقول الظروف ديالو وهالوضعيه ديالو الاجتماعيه وتأقحم في هذا الملف وهذا، لدرجة أن القاعة كلها بكات، أول مرة وآخر مرة شفت الأستاذ الطرفي بكى. هو الأستاذ الطرفي بكى في المرافعة ديالك ولا ملي تصنت الولد؟ ملي تصنت الولد وملي كانت المرافعة بكى، هذاك البكاء ديالو كنقدرو، لأنه هو خاص يحكم دوك الأحكام، راه ما صافش يكونوا أبرياء دوك الناس، هذاك الإنسان قلبه مزيان طيب ومواظب، لأنه قاضي هو اللي كيجي لحد الساعة. هذا ما يلا مشى لمحكمة أخرى، راه دوز أكثر من 60 عام في الجنايات، كاين يجي مع السبعة المحكمة، كيتوضى وكيصلي وقت الصلاة كيمشي يصلي وقت الناس كيصحابوه في ولكن أنا الحمد لله أنا كنحكم اللي الله يعطيه صحيح حقه والله يعطيه اللي بغى،
وراه الحمد لله راه النزاهه هي هذيك ديال القاضي، ما كيظلمش كيعدل، ودرجة ان ما خلص يبقى فيه حتى المعامل مع الزملاء واحد الاحترام خطير. ما واحد تيهضر ما يمكنش يخسر هضره ويبدا يقول انا قاضي طيب. لا 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 واحد ممتاز، درجة ان من ضمن الحوايج اللي وقعت لي انا معاه واللي باقي كنذكر بهذا المنبر كنقولها ديما، واحد ملي كانت المحكمه ديال كانت محاكم مفرقه، كانت بنت سيكسي عثمان بوحدها، كانت الحي الحسني، انا كنت في الحي الحسني. مشكله نسيت واحد ميف كان عندي جنايات، كان واحد الولد معتقل وملي كان خارج من السجن شدوه ثاني، حتى حكى الا كانت عندك شي بلان السجن ثاني تيردو كيديروا معاك البحث. وذاك الولد انا باقا نعقل بانه تابع بهذيك التهمه ملي كان خارج من السجن، هي الشذوذ الجنسي مع واحد قاتل حيت هو كان خدام في الفران. المشكله انا نسيتو، ضربوا لي الناس التليفون من في المحكمه، جيت كنجري من المحكمه لقيت ميف دخل المداوله، لان كانت ديك الساعه كان المحكمه ديما الجنايات خاص ضروريه المحامي في جميع انحاء العالم. دابا ولات المساعده القضائيه اللي كيعطى سيد النقيب، اللي القاضي كيخبر سيد النقيب باش يعين محامي في اطار المساعده القضائيه. المساعده القضائيه باش الراي العام يستوعب انه هو بعض الناس ولو فئه من المعتقلين اللي ما عندوش محامي وما فحالوش يدير محامي. ما فحالوش يدير محامي. السيد القاضي كيتكلم مع السيد النقيب ديال المحامون من اجل انه يشوف شي محامي اللي ينوب على هذا الطرف اللي ما فحالوش يدير محامي. حاليا لان اجباريه المحامي، حاليا سيد النقيب اللي كيعين محامي، اما قبل ما كانش اي زميل كان في المحكمه، اي واحد كان في بارك في الجنايات كيعيط اي قاضي كيقول لي ادمي في المساعده كندوزو. انا ديك الساعه ملي ادمي في قلتو بانه دخل لي المداوله اش غادي ندير والناس جالسين في المحكمه، جيت كنجري درت طلب اخراج ملف من المداوله، هما كانوا في المداولات، انا تحرجت ما يمكنش ليا ملف كنوب فيه ما نحضرش فيه لان ما يمكنش ليا. دخلت من باب المداولات لقيت الاستاذ طلفي الله يذكره بخير، تنشكر من هذا المنبر السيد الرئيس، انا ما يمكنش ما دوزتش ملف وانا متكفله به لان ما يمكنش عندي مخالفه مهنيه. عافاك الطلب ديال الصلاح المقاس ديال اخراج ملف من المداوله، لان باش نخدم في الملف باش غير يجي ويدوز هكاك بلا حضور الله يذكره بخير. باش نقول لك هنا بانه استاذ رحيم، استاذ اللي ما عمري ما شفت بحاله صافي، قال لي تفضلي استاذ، قال المستشارين استاذ زين خيار راه تقدمت لنا بطلب اخراج الملف من المداوله. قال لي حد الطريقه تضحك، قال لي واش بغيتي نخرجوا لكم من المداوله ولا نخرجوا لكم من السجن؟ قلت له كيفاش استاذ تخرجوا لي؟ خرجوا لي من المداوله. قال لي راه نخرجوا لكم من السجن لان بانت لي البراءه، حيت هو ما كانش يحكم تيحكم ميف بالبراءة، حيت هو مادام ارتأى باش يدوز ميف ما تسنانيش عيط على محامي لأن بنتي البراءة، ما يمكنش أخر هذا الميف لأن فيه البراءة. هذه من سلوكيات القاضي. غنرجع معاك لهذاك الشاب اللي كان في ملف الإرهاب، قلت شوف هو قدام السيد الرئيس وفي المرافعة ديالك السيد الرئيس بكى في الأخير، شنو الحكم اللي صدر في حقه؟ في الأخير لان كلشي تاثر به، لان بحال تقبع عارف كيبكي واحد الدرجه والدي بها بحال هو، واحد كي تيهضر بعد ديك الساعه الطالب كي تيهضر واحد كان الطالب راه ماشي بحال كانوا مجاهدين داري في كليه الطب ولا في كليه الحقوق، راه كان عندنا حنا سلطان الطلبه، راه كان عندنا ما بقاتش الظاهره، راه كان اول سنه في اي كليه الطالب بحال منقص، بحال هضر معاك بحال عنده 20 عام ديال القانون، لانه كانوا حافظين القانون سواء في كليه الطب، لان كانت كانوا كيتعتقلوا فيهم بزاف، كانوا عندهم العدل والاحسان كيتعتقلوا بزاف، ولكن هما متمكنين. الطالب كيبان لك متمكن
وداك الهضره ديال هذاك الوالد كيفاش هضر، كيفاش تبع القاضي المراحل ديالو، كيفاش حنا بنا بكى قسما بالليل بكى. الحكم 6 سنين كلهم خرجوا تقريبا، كاين الاعدام مؤبد 40. انا استاذه باش نرجع معاك من الاول، كيفاش شنو داروا المتابعين بالارهاب؟ دخلوا السلاح ولا شنو داروا؟ لا كانوا الجزائر، كان دخل شي سلاح من الجزائر، من الجزائر دخلت وسط التمر، وسط التمر لانه جا شي ارهابيين وما عارفين وكان هاد الدري ما عارفش، عارفين تحكموا بالاعدام، اغلبيه تحكموا بالاعدام، وقبل تنفذ حقهم الاعدام ولكن راه تحكموا بزاف الاعدام، والسجن مؤبد و20 عام، ما كانش قل من هذاك عطى 6 سنين، وما كانش ديك الساعه محكمه الاستئناف في مرحله واحده، ما كانش مرحله ابتدائيه ومرحله استئنافيه في الجنايات، لا كانت محكمه كانت غير كيدوز مره واحده جنايات مره واحده من تما النقد، ما كانش دابا كاين مرحله ابتدائيه الجنايات ومرحله استئنافيه جنايات، ديك الساعه راه كانت غير مرحله واحده ديال التقاضي في الجنايات من النقد. هنا السيد الرئيس اقتنع بشقين، نسبة الخطأ اللي عند الولد، وكذلك ما عندوش النية الإجرامية في الملف، اقتنع كان عنده حكم مخفف، يعني كانت عنده 6 سنوات. أنا معلوم، لأن أنا قلت من الأول بأن الحكمة كتجلى في القضاء كتجلى في هادشي، لأن قصد لأن راه أنت غتلوح على واحد الحكم اللي أنت ما عارفش، خاص إنسان تعود إنسان خاصة تعود تجربة. انا كيبان لي خاص القضاة يعودوا يشوفوا السجون باش يعرفوا اش كيعطيو، يعرفوا كيفاش غادي يتحكم الواحد اش غيوقع ليه، لان السجن واعر، نهار في السجن صعيب. اذا انا من هذا المنبر كنشكر الاستاذ طرفي اللي قضى حياته المهنيه كلها في خدمه الوطن، لانه ما كان عادل، اي حكم بنت لي البراءه كيعطيها، بنت لي الادانه كيعطيها، وكنشكر الله اكثر من تعلم. أستاذة شكرا لك، حلقة أخرى إن شاء الله مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه الحلقة اللي تناولت الأستاذة إحدى الملفات اللي دوزت في المسار المهني ديالها. مشاهدينا الكرام حلقة أخرى تبعوا معايا.